يا رب. وياك. سؤال لحضرتك، انا دلوقتي صيدلي وعندي سجل تجاري، وكنت ممكن اطلع السجل التجاري فيزا حره للسعوديه، فهل يجوز الحج بيها؟ هو قالوا لي ان انت ممكن انا اروح بيها الحج، ولكن مش هروح بيها عرفه، تدخل عرفه بطرق يعني غير شرعيه. على العموم إذا حججت الحج صحيح، وإن قبضوا عليك فأمرك إلى الله.